في مسعى جديد للترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، جاء انعقاد مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية ليلقي الضوء على سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وسويسرا وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية في مصر والتي تصل إلى نحو 760 مليون دولار، في وقت أكدت فيه الحكومة المصرية أنها تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار، سواء من حيث إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار أو عبر تقديم حوافز للمستثمرين. نحن في حاجة إلى منح الحوافز الجاذبة، نحن في حاجة إلى تسهيل الإجراءات وحل العقد والمشاكل التي يواجهها المتعامل في السوق المصري سواء كان مستثمر أو مستورد أو مصدر أو تاجر، ولذلك نحن في مرحلة إعادة النظر في كل القوانين التي المنظمة للأعمال في مصر. وعلى الرغم من أن مصر تعد ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا في القارة الإفريقية، إلا أن ثمة مساع لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى سويسرا والتي تصل إلى نحو 660 مليون دولار، تركز خلال المرحلة الحالية على عدد محدود من القطاعات على رأسها الزراعة والمنسوجات، وهو ما يتطلب برأي الخبراء تفعيلا أكبر للاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وعلى رأسها اتفاقية الإفتا. مصر كانت بتصدر تقريبا 35% من الحاصلات الزراعيه لدول اوروبا، وسويسرا احنا اوريدي كان في عملنا اتفاقيه الافتا اجريمنت بين مصر وسويسرا ودول الافتا. الحقيقه يعني احنا بنحاول ان احنا نشجع التصدير لسويسرا ويبقى يعني نحسن الميزان التجاري بين مصر وسويسرا. لازم يحصل اعاده تشكيل للصناعات اللي عندها فرص، يعني مش ان يجي مستثمر هو حابب يصنع المنتج ده او في المجال ده يبقى يصنع، لا لازم عند معروف على طول ان احنا في حاجات لنا فرص فيها تصنيعيه كبرى، سواء الحاجات اللي خاماتها متوفره عندنا باسعار جيده او احنا بننتجها، او الحاجات اللي فيها قيمه مضافه عاليه، او الحاجات اللي فيها كثافه عماليه، على طول دي هتدينا ميزه. وتسعى مصر لدمج قطاعها الصناعي مع الدول الاعضاء في تجمع الإفتا الاوروبي، وذلك من خلال استيراد خامات الانتاج من هذه الدول وتصنيعها واعاده تصديرها مره اخرى الى اوروبا، حيث يصل حجم التجاره بين دول التجمع الإفتا الى 125 مليار يورو. تأمل الحكومة المصرية إذن في جذب استثمارات جديدة وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقرار المزيد من التشريعات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين جودة المنتج المصري. ياسين الجوهري، CNBC عربية، القاهرة.